صباح الخير، أنا اسمي حسن سلام، أنا أستاذ أمراض نساء في جامعة اسكندرية، والنهارده هكلمكم على الإمبريو ترانسفير. بليز يوز يور إن فونز أور أتاش ذا مايكروفون، فلو سمحت استعمل السماعات أو استخدم الميكروفون عشان الصوت يبقى أوضح. ودي الليكتشر أوتلاين. الأول هنتكلم على التكنيك أوف إمبريو ترانسفير، وبعدين الفاكتورز افكتنج الامبريو ترانسفير، وبعدين المانجمنت اوف ديفيكلت اور انتراكتبل ترانسفيرز. طيب ازاي بنعمل الامبريو ترانسفير؟ هو طبعا في معظم الناس فينا بيعملوا الامبريو ترانسفير، بيخلوا العيانه في اللاستاتوم بوزيشن، نعمل كلينسينج للسيرفكس بالسلاين او كلتشر ميديم اذا كان معناها فلوس، we remove the cervical mucus بس gently عشان ما نعورش السيرفكس، وبعدين بنقيس طول اليوترس بالالتراساوند. هو طبعا ممكن نكون احنا قسناه قبل كده بالالتراساوند او في ترايل امبريو ترانسفير، انما حتى ممكن وفي اثناء ما بنعمل امبريو ترانسفير نعيد القياس تاني بالالتراساوند، وبعدين يتوقف بقى، وبعدين انسرت الكاثيتر. في طريقتين هنقول عليهم دلوقتي. في طبعا ممكن ندخل اوتسايد الاوتر كاثيتر الاول، وبعدين اندر التراساوند جايدنس، وبعدين الامبريوز تجيب لنا الانر كاثيتر وهو يدخل القسطره الداخليه ويحقن ويعني ديبوزيت الامبريوز في اليوترس. يا اما بالاول ان احنا بنستخدم البريلودد كاثيتر زي بنقولها، واحنا بقى ايه يعني يجيب لنا الامبريوز، تجيب لنا او تجيب لنا القسطره اللي فيها الامبريوز، وبعد احنا ندخلها ونعمل ديبوزيشن للامبريوز. بعد كده بنستنى 30 ثانيه، هل لها لازمه او ملهاش لازمه هنقول دلوقتي، وبعدين بيشيل القسطره الداخليه والقسطره الخارجيه بوث كاثيترز، وعاده بنقول للست خليكي مستريحه 3 دقايق. هل لها لازمه او ملهاش لازمه برضو هنقول دلوقتي، بس ده اللي معظم الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده بيعملوه. طيب ادي اللاستوتومي بوزيشن، فالست بتنام على ظهرها، لان احيانا زمان كانوا الناس يقولوا لا ان احنا نعملها في الليفت لاترال بوزيشن اللي يسموها سيمس بوزيشن، بس معظم الناس طبعا بيعملوها في اللاستوتومي بوزيشن، وزي ما حضرتك شايفين كده بسرنجة او بحاجة جنتلي كده نعمل نشيل السيرفيكال ميوكس، ننظف السيرفكس اذا كان في اي ميوكس او حاجة بنشيل برضو بالطريقة دي هي، وبعدين اهو برضو اذا كان ميوكس كتير ممكن نعمله اسبيريشن، يا اما بتوبركلين سيرنج، يا اما في طبعا زي بيبلز كده هو بتستخدم في حاجات كتير، ممكن تستخدم ان احنا ناخد بيها اندوميتريال بيلسي، بس في الحاله دي ممكن نستخدمها ان احنا نشيل بيها السيرفيكال ميوكس اللي باين قدام عشان ما يتعلقش بيه الامبريوز بعد ما نعمل لها ديبوزيشن جوه اليوترس. وزي ما قلنا ممكن ان احنا نعمل ميجرمنت لللينث اوف ذا يوترس، نشوف طبعا الفاندس من ايه، الفاندس اللي احنا زي ما قلنا زي ما هنقول احنا نحب نعمل الديبوزيشن بتاعتنا في اللور بارت اوف ذا سيرفكس، كل ما بنقرب من الفاندس كل ما الاحتمال الحمل بيقل. اذا كنا عاملين دامي امبريو ترانسفير او ترايل امبريو ترانسفير، فبيبقى يفيد قوي ان احنا يبقى قدامنا الرسمه دي قدامنا. فزي ما حضراتكم شايفين على الناحيه الشمال في الاتجاه بتاع اليوترس، يعني انا وانا داخل اخش على اليمين ولا اخش على الشمال، اخش على فوق، اخش على تحت، اذا كان ريتروفيرتد يبقى اخش على تحت على الساعه 6 ولا اخش على الساعه مثلا 8 ولا هخش على الساعه 9 ولا الساعه 12 ولا الساعه 3، لان احيانا اليوترس بيبقى معوج على الناحيه دي او الناحيه دي. وزي ما حضراتكم شايفين برضو في الناحيه اليمين بقى بنكون عاملين قبل كده دامي امبريو ترانسفير، اذا كان اليوترس انتيفيرتد، ريتروفيرتد، اكزيال، ستريت، مفيش انجل خالص، وهكذا. وبعدين اذا كان في انجل بنعمل بندنج للكاثيتر اكوردنج تو ذا يوترو سيرفايكال انجل، زي ما هنقول برضو بعد كده. وزي ما حضراتكم شايفين دي ثلاث انواع من القساطر. القسطره ايه دي اسمها توم كات كاثيتر، هي بتستخدم في
في الفيترنري ورك الحقيقه في مع الحيوانات، سمعتهم كات لانها اصلا كانت مستخدم من القطط عشان تعمل انسيمينيشن للقطط، بس هي طبعا سهله ورخيصه وما حدش بيستعملها، رخيصه قوي بس الحقيقه ما حدش بيستعملها لانها ممكن تعور السيرفكس والاندوميتريوم، انما في ناس بتستعملها. وفي اللي في النص بقى اللي هي الوالاس كاثيتر اللي كانوا عاملينها ستيبتو اند ادوردز، وبتبقى الانر كاثيتر بتبقى سوفت كاثيتر، واللي بره بتبقى مور اور ليس ريجيد، لان زي ما احنا شايفين في سي هي بي بس اتعمل لها بندنج لانه الدكتور وجد ان في انجل معين، فهو داخل عايز ايه يخش مع الانجل. وزي ما قلنا في بقى بريلودد كاثيتر وفي افترلودد كاثيتر. البريلودد خلاص بنقول للامبريولوجيست حط لي الامبريوز وهتلاقي الاثنين مع بعض وهم داخلين مع بعض كده، واخش بيهم هما الاثنين مع بعض واعمل ديبوزيشن. يا اما بقى الافتر لودنج، انا باخد الاوتر كاسيتر ككلينيشن وبدخلها الاول، ولما الاقي نفسي جوه ومطمئن اندح على الامبريولوجيست، هو بيكون معاه بقى الانر كاسيتر، اقول له او اقول لها عبينا الامبريوز وهاتوها، فيجي الامبريولوجيست او تيجي الامبريولوجيست ودخل القسطرة. انا ماسك بقى الاوتر كاسيتر، هو يدخل بالانر كاسيتر لغايه ما يوصل للعلامه اللي موجوده، واكون قايسين العلامه طبعا تو كوينسايد وذ ذا يوترس، وبعدين يتعمل ديبوزيشن جنتلي باذن الله. وادي برضو صوره تانية للاوتر شيس والانر شيس، ازاي اذا كنا بنعمل افتر لودنج يبقى انا باخد الاوتر شيت وادخلها الاول انا ككلينيشن، واقول للامبريولوجيست خد انت الانر شيت وهاتها لنا متعبيه بالامبريوز. الامبريو اهو، الامبريولوجيست اهو اهي قاعده بتعمل بتعبي بقى الامبريوز، بتعبيها ازاي؟ زي ما انتم شايفين على الناحيه اليمين تحت. عاده الامبريولوجيست بيحط الامبريوز في 1 سنتيمتر مثلا of culture medium، قبليه air وبعديه air، قبليه نقطة هواء وبعديه نقطة هواء. ساعات كمان زي ما انتم شايفين هنا هو حط culture medium وبعدين هواء وبعدين culture medium اللي فيه الامبريوز وبعدين هواء وبعدين شوية culture medium تاني. وزي ما انتم شايفين القياسات باينة قدامي. وبس اذا كنا احنا اذا كان انا ككلينيشن حطيت الاوتر شيس، واخدين حضراتكم هنا هو بحط الاوتر شيس بحيث انه اللي هو الاخضر ده واصل للانترنال اوس، وبعد كده بتبقى الحسبه محسوبه بالعلامات اللي موجوده على الانر شيس. طبعا الاوتر شيس عليه علامات كل سنتي والانر شيس عليه علامات كل سنتي، فانا عايز وفي ستوبر موجود على الشيس الاخضر لو انتم شايفين حضراتكم، مفروض ان هو ده يوصل للاكسترنال اس ويقف. فانا قايس قبل كده عارف طول السيرفيس 2 سنتي 2 سنتي ونص، بدخلها كده واقف عند الاكسترنال اس، وبعدين تيجي الامبريولوجيست او يجي الامبريولوجيست يدخل القسطره وبعدين يخش بعديها سنتي او 2 سنتي ويعمل ديبوزيشن للامبريو. انا شايف هنا الامبريو الديبوزيشن بتاعته عاليه شوي، احنا نحب انها تبقى اوطى من كده. وادي في نفس الوقت بنعمل الترا ساوند جايدد، بنعمل الحكايه دي انتر الترا ساوند جايدنس. هو طبعا في مزايا كتير للالترا ساوند هنقولها بعد كده، انما في رايي انه اهم ميزه للالترا ساوند ان هو بيقول لنا على اتجاه اليوترو سيرفايكال انجل. فالواحد بيحط الالترا ساوند على بطن الست الابدومينال الترا ساوند علشان يشوف الانجل. ممكن بقى انا يعني ممكن يشوف كده الكلينيشن يشوف الانجل وبعدين يحط الالتراساوند على جنب وبعدين يعمل الامبريو ترانسفير. لو معانا حد تاني يقدر يخلي ايده بالالتراساوند على بطن الست، ممكن انه وانا بحقن بعمل ديبوزيشن للامبريوز يقدر الالتراساوند نقدر نشوف بالالتراساوند الفلويد وهو داخل جوه اليوتراين كافيتي، بيعمل شويه تيربلنس كده زي ما انتم شايفين هنا مكتوب اير بابلز. بعد ما بنعمل ديبوزيشن للامبريوز جوه اليوترس، بنسيب الاساطر جوه اليوترس لمده مثلا 30 ثانيه، بحيث ان احنا ندي فرصه للامبريو
ان هو يستقر في اليوترين كافيتي او على جدار اليوترين كافيتي. وبعدين بعد 30 سنة نسحب القسطرتين مع بعض الانر والاوتر مع بعض، نسحبهم جنتلي برضو عشان ما نحصلش ديستربنس، ما نعملش نيجاتيف بريشر تروح الامبريو تطلع معانا تاني. نسحبهم وبعدين بندي القساطر دي للامبريولوجيست عشان يبص على التيب بتاعها، لان ممكن يكون في امبريو اكتر ولا زال متعلقين بالتيب بتاع الامبريو. في الحاله دي قدامنا حلين، يا اما نرجع الامبريوز تاني وده اضعف الايمان، يا اما ان احنا نعمل اذا كنا اوريدي ديبوزيت مثلا امبريو وكنا ناويين نعمل ديبوزيت الاثنين، فواحد خلاص دخل جوه اليوترس الثاني ممكن تعمل له فريزنج فور امبريو ترانسفير ان سبسيكوينت سايكل. وبعد كده بنقول للست خليكي مستريحه، الناس بيريحوا دقيقه، الناس بيريحوا 3 دقائق، انما زي ما هنقول بعد كده الراحه الطويله ملهاش اي ميزه بالنسبه لنا. كده ده التكنيك اللي احنا معظمنا بيعمله. في بقى اسئله بتيجي على الفاكتورز المختلفه اللي بتاثر على الامبريو ترانسفير، زي ايه؟ يعني مثلا هل البوزيشن تفرق؟ هل ندي بنج جنرال انستيزيا؟ هل لازم الواحد يبقى جنتل صحيح ولا مش مهم قوي؟ هل نعمل دامي امبريو ترانسفير الاول ولا مش مهم؟ هل نقول للست تيجي بالمثانه مليانه ولا فول بلادر؟ هل نشيل صحيح السيرفايكال ميوكس ده الاهميه ولا؟ هل فلاشينج ذا سيرفايكال كانال، في ناس يعملوا فلاشينج للسيرفايكال كانال بكالتشر ميديا عشان يزحزح الميوكس اللي موجود، وعلشان كمان يغسل السيرفكس بحيث ان السيرفكس يبقى مليان فلويد في البروبر بي اتش اللي 7.4. هل غلط ان احنا نمسك بالفولسلم او التناكلة؟ هل صحيح الالتراساوند جايدنس دي تفرق؟ هل المفروض نستخدم سوفت كاسيتر ولا هارد كاسيتر ولا متفرقش؟ هل ممكن يبقى فيه اير في الهواء في الترانسفير كاسيتر؟ ايه احسن سايت للامبريو ديبوزيشن؟ هل نستنى 30 سنه بعد ما بعد 30 ثانيه بعد ما نعمل الامبريو ديبوزيشن قبل ما نسحب القسطره بره؟ هل نستخدم ادهيزيف كومباوندز عشان نخلي الامبريو يلزق في جدار اليوترس؟ هل صحيح ممكن نعمل انجكشن للاس سي جي؟ في ناس تحط شويه اس سي جي كده هو جوه اليوترس قبل الامبريو ترانسفير، وفي ناس تعمل ميكانيكال كومبريشن بعد ما يسحب القسطره من السيرفكس، يفضل دايس على قافل السيرفكس مش بايديه، بالفولسلم، يبقى قافله كده بالفولسلم علشان يعني اذا كان في فلويد عايز هينزل لا خلينا قافلين عليه شويه. هل مهم نعمل باد ريست افتر دي ترانسفير؟ هل المفروض ندي انتيبيوتكس بعد الترانسفير؟ وهل الاكسبيرينس بتاع كلينيشن تفرق ولا مش مهم؟ طيب اول حاجه البوزيشن. زمان كانوا في ناس بيعملوا نيت تشست بوزيشن، في كانوا ناس بيقولوا للست تعمل اكزاجيريتد ليفت لاترال بوزيشن لسيمس بوزيشن، انما معظم الناس طبعا بتعمل الا صوت البوزيشن اللي باين على اليمين. طب هل ده يفرق؟ والله في بيبر بس زي ما انتوا شايفين بالاحمر مكتوب انها كيس كنترول ترايل، it is not a randomized control trial. وطبعا احنا بنحب طبعا ايه دايما نعتمد على الراندومايز كنترول ترايل، احنا ناس بنشتغل بالافيدنس بيس، فدايما نحب ان يبقى يكون اتعمل randomized control trial او ميتا analysis of randomized control trials. فالحقيقه كان في واحد اسمه انجلرت ايطاليا يعني وزملائه كانوا عملوا البيبر دي، فلقوا ان الحقيقه مفيش فرق ان تبقى دورسال ولا نيت شست. هي طبعا البيبر دي ما هياش راندومايز كنترول ترايل، لو حد يحب يعمل راندومايز كنترول ترايل اهلا وسهلا، بس هو this is the evidence as it stands زي ما بنقول. طب الانستيزيا ندي بنج؟ هل دي تفرق؟ الحقيقه اهو قدامنا ما تفرقش، دي بيبر بتاعت فاندنبان and إيطاليا سنة 88 زي ما حضرتك شايفين، وبرضو دي case control trial it is not a randomized control trial، وزي ما انتوا شايفين 105 يعني هنا general anesthesia versus no general anesthesia، والclinical pregnancy rate كان واحد ما
فلقيتش. في ناس بقى قالوا طب نعمل اكيوبانكتشر علشان بقى ايه كده نريح العيانة، نعمل لها ايه ابر صينية. وادي 3 بيبرز طلعوا و3 راندومايز كنترول ترايلز عملها زي ما انتم شايفين اهو، ومبينين ان الحقيقه في فرق، ان احنا لو عملنا اكيوبنكتشر الناس الكلينيكال بريجنسي ريت ناس بيحملوا اكتر. وهنا برضو الاون جوينج بريجنسي ريت اكتر، يعني برضو دي الراندومايز كنترول اللي في السلايد اللي فاتت كانوا 3 عاملين الكلينيكال بريجنسي ريت، من ضمنهم 2 هم عاملين الراندومايز عاملين الاون جوينج بريجنسي ريت، يعني الحمل كمل لغاية على الأقل 24 أسبوع أهو. فباين برضو واحدة منهم مبينة إنه الأكيوبنكتشر بيجيب نتيجة والتانية مش باينة إنه بيجيب نتيجة. طبعا إحنا يهمنا الأونجوينج بريجنسي ريت زي ما مكتوب بالأحمر الأونجوينج بريجنسي ريت، يعني إحنا مش عايزين الست يبقى فيه كلينيكال بريجنسي ريت وبعد كده نصهم يسقطوا يبقى يحصل لهم أبو ميسكارج، لا إحنا عايزين الأونجوينج بريجنسي ريت، والاحسن من الانجوينج طبعا هو اللايف بيرث ريت. فهو هنا هو ابتدت الدراسات تقول والله بيحسن الكلينيكال بس ما يعني واحده قالت واحده قالت لا في الانجوينج برينسي ريت. فلما جه الزميل العزيز الدكتور طارق توخي اللي بيشتغل في سانت توماس هوسبيتال في لندن عمل الميتا اناليسيس دي، الحقيقه جمع بقى كل البيبرز اللي طلعت لغايه سنه 2008 ولقى ان الحقيقه ما بتجيبش ملهاش فايده، الاكيوبنكتشر ما بيغيرش الكلينيكال بريجنس ريت وما بيغيرش اللايف بيرث ريت، وبالتالي هذه هي الايفيدنس از ات ستاندز زي ما من. فاهو ادي كلينيكال بريجنس ريت وادي الفورست بلوت زي ما بنقول، ادي الدراسات كلها حطها تحت بعض، وزي ما انتم شايفين السب توتال 844 عملوا اكيوبنكتشر فيرسس 779 كنترولز، وزي ما انتم شايفين النتيجة زي ما احنا حطيناها بالازرق مبينة انه المدام الاسود المضلع الاسود الكبير ده هو اللي هو حصيلة كل الستاديز دي كلها اللي هو بنسميه الكومن اودز ريشيو، مادام خبط في الخط يبقى مفيش significant difference، وزي ما انتم شايفين 1.3 بس طبعا واحده قبل اليونيتي 0.96 والثانيه بعد اليونيتي 1.58، يعني الكلينيكال بريجنسي ريت ما اتغيرت. طيب الحاجه الثالثه جنتل اند ايتروماتيك تكنيك، هل صحيح مهم ان احنا نبقى جنتل كده ولا مش مهم نخش كده زي ما بنكون بنركب لولب على طول كده؟ لا هو الحقيقه مهم، ودي ميتا اناليسيس كنا عملناها زمان وزي ما حضراتكم شايفين جمعنا الداتا كلها، وكان في منهم ستادي بتاعتنا سنة 2003، جينا سنة 2004 جمعنا الستاديز كلها، وزي ما انتم شايفين لقينا فعلا ان الواحد لو كان الترانسفير ديفيكلت الحقيقه الكلينيكال بريجنسي ريت بيقل، بيبقى 0.73 يعني 73% من اللي المفروض يكون فيه، ده الكلينيكال بريجنسي ريت، وكمان الامبلانتيشن ريت قل. فمهم ان يبقى في جنتل اند ايتروماتيك تكنيك. طيب بعد كده دامي امبريو ترانسفير او ترايل امبريو ترانسفير، يعني نعمل تجربه الاول قبل ما الست تيجي نعمل لها الامبريو ترانسفير بتاعنا، هل المفروض نكون عملنا لها في الشهر اللي قبله عملنا لها ترايل امبريو ترانسفير؟ والله في راندومايز كنترول ترايل ما عملها الدكتورة رجاء منصور ومجموعة بتاعت المركز المصري للأطفال الأنابيب، وفي واحد عملها خلدون شريف لما كان بيشتغل في إنجلترا اللي هو دلوقتي في الأردن. خلدون شريف كان عامل كيس كنترول ترايل، منصور إيطاليا كانوا عاملين راندومايز كنترول ترايل، والحقيقة أدي اللي لقوه، بس هي ده البريجنس ريت اللي لقوه. لو جينا للستادي بتاعت منصور ايطاليا اللي هي كانت الراندومايز كنترول ترايل، لان احنا يهمنا الراندومايز كنترول ترايل، البريجنسي ريت الحقيقه اتحسن من يعني كان 13% بقى 22%،
والامبلانتيشن ريت كان 4% بقى 7%. لاحظوا حضراتكم ان الارقام دي قليله قوي، يعني البريجنس ريت 22.8 ده قليل، بس الكلام ده كان سنه 1990 زي ما انتم شايفين تحت. في كم بس في حاجه بقى، هن ان ميلكي، امير ميلكي ده دكتور مصري بيشتغل في سان فرانسيسكو ومعاه هن، عملوا بيبر سنه 2004 في ريبرودكشن. قالوا ايه؟ قالوا والله احنا جبنا الناس في السايكل اللي قبليها صحيح، وبصينا شفنا مين الانتيفيرتد ومين الريتروفيرتد، وبعدين لما جينا بقى ساعه الجد ساعه الابره ترانسفير نفسه، لقينا زي ما احنا شايفين في الصف الاولاني من ال 623 اللي كانوا انتيفيرتد، في منهم بس 608 فضلوا انتيفيرتد، وفي 15 بقى ريتروفيرتد، يعني حصل تغيير في 2%. واللي كانوا ريتروفيرتد ال 213 اللي كانوا ريتروفيرتد، لما جينا نشوفهم ساعة الجد لقينا ان في 118 منهم بقوا انتيفيرتد، و95 بقوا فضلوا ريتروفيرتد، يعني 45 بس في المية فضلوا ريتروفيرتد. فحكاية ان احنا نشوف الست قبلها بشهر مش شرط انها تدل على البوزيشن بتاعت اليوترس ساعة الاكتشوال امبريو ترانسفير. ففي ناس برضو بتحب تفضل برضو تعمل ترايل امبريو ترانسفير، وفي ناس بيقولوا لا احنا بنعملها ساعة الامبريو ترانسفير نفسه بنبص بالالتراساوند وهكذا، لان الامور ممكن تتغير. الحاجة اللي بعد كده بقى هي الفول بلادر، يعني في ناس بتقول ان الفول بلادر بتخلي اليوترس لو كان في انجل، لو كان في اكيوت انتي فيرشن مثلا، لما الست تيجي بفول بلادر الانجل ده بيبتدي يخف، بحيث ان الانجل بتاع اليوترس والفاك الانجل يبقى مايلد مثلا، فتسهل عملية الامبريو ترانسفير وما بيحصلش فيه مشاكل عند اليوترو سيرفايكل انجل. دكتور احمد ابو سته، وده دكتور مصري عايش في كندا، عمل الميتا اناليسيس دي، ووجد فعلا انه لو العيانه كانت جايه بفول بلادر الكلينيكال بريجنسي ريت بتاعها بيبقى احسن. وادي الكلينيكال بريجنسي ريت الكومن اودز ريشيو زي ما نسميها 1.55. بس الأهم من كده بقى اللايف بيرث ريت، وجد كمان إن اللايف بيرث ريت بيتحسن لو الست جت بفول بلاتر. فمفروض يعني فعلا إن إحنا يعني نقول للست مفيش داعي نخليها تفضي المثانة قبل ما نعمل الإمبريو ترانسفير. الحاجة اللي بتاعتي بعد كده اللي هي ريموفينج سيرفايكال ميوكس، هل صحيح مفروض نشيل السيرفايكال ميوكس ولا الحكاية دي ما تفرقش؟ دول تو ستاديز، واحدة عاملاها الدكتورة رجاء منصور واحد والمجموعة بتاعتها إيطاليا ودكتور نبي. هما الحقيقة ما قارنوش إذا كان لو شلنا سيرفيكال ميوكس، يعني دكتورة رجاء منصور عملت إيه؟ بقت تحط داي بدل ما تحط إمبريو في اليوترس تحط داي أزرق، ومرة تشيل الميوكس ومرة ما تشيلش الميوكس، لقت إن هي لو ما تشيلش الميوكس الداي الزرقاء دي بترجع، فكأن إذا كانت دي إمبريو يبقى الإمبريو ده هيرجع، والـ P-value زي ما انتم شايفين 0.01 يعني statistically significant. الحاجة اللي عملها دكتور نبي، نبي إيطاليا، عملوا إيه بقى؟ عملوا إمبريو ترانسفير، لقوا إيه؟ ما بصوش على الـ pregnancy rate، لقوا شافوا الـ embryo retention. إذا كان أنا إذا كانوا لقوا بقى إن هما لو ما شالوش الميوكس بيحصل retention للإمبريوز في الميوكس ده، هون بتبقى الامبريوز دي انتانجلد في الميوكس، فبعد ما يعمل الامبريو ترانسفير بتاعه يجي يبص على التيب اوف ذا كاثيتر يلاقي ان ايه، انه لسه في امبريوز موجوده متعلقه بالميوكس. ف 17% في 17.8 لما الميوكس ما كانش اتشال versus 3.3 لما الميوكس اتشال، وده طبعا statistically significant. الخطوة اللي بتيجي بعد كده هي الفلاشينج ذا سيرفايكال كانال. فلاشينج يعني ايه؟ يعني نجيب كالتشر ميديوم او نجيب سلاين او احسن من كده رينجرز سول سوليوشن مثلا، ونعمل بقى ايه لها، نعمل بيها فلاشينج ذا سيرفايكال كانال عشان اذا كان في لسه شويه ميوكس كده يتزحزح ويطلع بره.
اللي اول واحد اقترح الحكايه دي كان واحد اسمه ماكنامي من جزر هاواي، والحقيقه قال يا جماعه لو عملنا فلاشنج كانت النتيجه 36%، لما عملناش فلاشنج كانت 25%، وده ستاتيكلي سيجنيفيكانت. بس احنا جينا بعد كده عملنا بقى راندومايز كنترول ستادي، ولقينا الحقيقه الحكايه ما بتفرقش اذا عملنا فلاشنج او ما عملناش فلاشنج. فديس از ثينجز از ذي ستاند. طيب اللي بيجي بعد كده بقى موضوع الايه الفولسلم او التناكلم، هل يعني تفرق اذا احنا مسكنا عنق الرحم بالفولسلم والتناكلم؟ دي ده ريناتو فونشان، ده دكتور بيشتغل في فرنسا من وعامل طريقه ان احنا نقدر نقيس بيها اليوترين كونتراكشنز زي ما حضراتكم شايفين. وجي دكتور اسمه ليزني من نورث اوف انجلند شمال انجلترا، عمل الستادي دي. عمل ايه؟ لقى ان هو لو مسك الفولسيل، لان طبعا ما حدش عمل راندومايز كنترول ترايل، ما حدش يقدر يعمل راندومايز كنترول ترايل، يجيب الناس يقول والله انا دي ديليبريتلي كده غصب عني كده هعمل لها، همسك لها السيرفكس ودي مش همسك لها السيرفكس وهنشوف ايه اللي هيحصل. ما حدش يقدر يعمل كده فور اوبفيوس ethical reasons. امال هو عمل ايه الخواجه ليزني؟ لقى نفسه درس العيانين اللي اضطر يمسك الفولسيلا او ما مسكش الفولسيلا. هو الكلام ده ما اتعملش في ناس بيعملوا actual IVF، لا، بس هو مسك الفولسيلا وشاف اذا كان بيحصل contractions ولا، استعمل الطريقه بتاعه ريناتو فونشا اللي قلناها في السلايد اللي قبل كده، ولقى ان لما بيمسك الفولسيلا في، لا، ان في اربع انواع من الكونتراكشنز، في سيرفايكو فاندل من تحت لفوق، وفي فاندو سيرفايكل من فوق لتحت، وفي راندوم كونتراكشنز ملهاش ترتيب، وفي اوبوزنج كونتراكشنز شويه جايين من فوق وشويه جايين من تحت. فوجد الحقيقه انه لما بنمسك التناكلم او بنمسك بالفولسلم، يعني اللي هو الامريكان يسموه التناكلم، لقى ان الحكايه دي هي بتزود الكونتراكشنز زي ما انتم شايفين. المحصله التوتال لو ما مسكناش بالتناكلم 63، لو مسكنا بالتناكلم 146، ودي statistically significant. بس هو السؤال، طب وهل دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ما في ناس قال لك طيب ما لو السيرفايكو فانجل فاندل كونتراكشنز دي اللي بتاخد كونتراكشنز من تحت لفوق، طب ما دي يمكن تكون بنفيشال للامبريو بتاعنا. والحقيقه ان في ستادي اتعملت دكتور تريميلان إيطاليا زي ما انتوا شايفين كده، ما عملوش بقى فولسلم، لا، هم شافوا قالوا للناس يحصل انتركورس، قالوا مجموعة ما يحصلش انتركورس around the time of embryo transfer، وقالوا المجموعة لا يا جماعة يحصل انتركورس around the time of transfer. والنتيجة ايه؟ البريجنسي ريت صحيح ما تغيرش، بس الامبلانتيشن ريت الحقيقة زاد في الناس اللي ايه اللي عملوا انتركورس. فكان حكاية الانتركورس دي اولا ما بتفرقش، واذا كانتش يعني حتى بتزود شويه. والسؤال ومعنى كده انه يعني ان الكونتراكشنز يعني ما يعني ملهاش هذا التاثير اللي احنا خايفين منه. نيجي بعد كده بقى للالتراساوند جايدد امبريو ترانسفير. الحقيقه الناس اللي اول ناس اقترحوا هذا الموضوع سنه 85 كان ستريكتلر إيطاليا، وقال إيه؟ قال والله أنا بعمل الإمبريو ترانسفير بتاعي ألتراساوند دايركتد، بحط ألتراساوند. طب ليه بتعمل كده؟ قال والله في أربع مزايا. أولا ممكن الست نعملها في اللايسوتومي بوزيشن، لاحظوا حضراتكم قبل كده كان في ناس بيعملوها في النيت شاست بوزيشن، ففي الحالة دي ما قدروش يحطوا ألتراساوند، بقى هتبقى صعب شوية. أبدومينال ألتراساوند. تاني حاجة إن الكاثيتر تيب can be accurately positioned in the fundus of the uterine cavity. يبقى هو بيعمل انترو ترانسفير شايف التيب اوف ذا كاثيتر وعارف هو هيحط الامبريو بتاعه فين. تالت حاجه ان الايجكشن اوف ذا ترانسفير بابلز انتو ذا يوترس كان بي دوكيومنتد، يقدر يتاكد ان فعلا الامبريو ده هو نزل جوه اليوترس. هو طبعا ما بيشوفش الامبريو، هو بيشوف البابلز. احنا زي ما قلنا بنحط الامبريو بتاعتنا في معمود من الكالتشر ميديم، يعني 1 سنتيمتر في كالتشر ميديم، قبليه شويه هواء وبعديه شويه هواء، قبليه يعني برضو 1 سنتي هواء وبعديه 1 سنتي هواء.
فالهواء ده اللي بيعمل البابل دي هي، فدي بتبان بيحصل ديستربنس كده تربلنس كده تبان في الالتراساوند. والحاجه الرابعه انه قال انه الست لما بتشوف الكلام ده يبقى كومفورتنج تو ذا بيشنت، بتبقى مبسوطه وبتحس براحه. ده كان الاقتراح الاولاني اللي قاله ستريكلر. احنا الحقيقه عملنا بيبر بعد كده سنه 2002 زي ما حضراتكم شايفين، احنا قلنا لا، احنا بنعتقد ان الميزه الرئيسيه بتاعه الالترا ساوند دايركتد امبريو ترانسفير ان احنا نشوف اليوترو سيرفايكال انجل، لان المشكله اللي بتحصل في الامبريو ترانسفير عاده بتحصل في اليوترو سيرفايكال انجل. الواحد بيحط القسطره بتاعته توصل للانتنال القص وبعدين نلاقي تعصلك بقى، يحصل مشكله ساعتها. وعشان كده لازم الواحد يكون عارف اتجاه اليوترس او اتجاه اليوترو سيرفايكال انجل. زي ما انتم شايفين فوق على الشمال الست دي ما عندهاش انجل، على اليمين في انجل بسيط، تحت منه في انجل اكبر شويه، تحت منه في انجل اكبر كبير، وعلى الشمال تحت في انجل بين نمره 2 و3. فيعني ممكن يبقى مايلد انجل، ممكن يبقى مودريت انجل، ممكن يبقى بيج انجل. فطبعا احنا نشرنا البيبر دي وكنا بنعمل ايه؟ بنجيب القسطرة بنتني القسطرة على حسب الانجل. طبعا لما ابتدى الناس تتكلم على الالترا ساوند جايدد امبريو ترانسفير ابتدت تطلع دراسات، في بعضها راندومايز كنترول ترايلز وبعضها مش راندومايز كنترول ترايلز. يعني في بعض الدراسات زي اللي قدامنا دول كلهم قالوا ده الالترا ساوند شكله كده بيحسن النتيجه، وفي مجموعه تانية من الدراسات قالت لا والله احنا شايفين ان انت لما بتعمل الالترا ساوند جايدد امبريو ترانسفير ما بتحسنش النتيجة. طب نصدق قولوله ولا نصدق دول؟ الإجابة طبعا إن احنا نعمل ميتا أناليسيس، وده اللي احنا عملناه ونشرناه في مجلة فيرتيلتي أند ستيريلتي سنة 2003. وجدنا إيه؟ وجدنا لأ، إنه احنا فعلا خدنا بقى الستاديز اللي معمولة مظبوط اللي هي راندومايز كنترول ترايلز، معمولة طبعا بنراجع الستاديز ونشوف انهو فيهم اللي معمولين صح وكويس ويعتمد عليهم وكده. كانوا الاربع ستاديز دول لانه لا ده احنا ما بنعمل كده الكلينيكال بريجنسي ريت بيتحسن والامبلانتيشن ريت بيتحسن، والاهم من كده زي ما قلنا قبل كده اللي هو الاونجوينج بريجنسي ريت اللي هو اللي احسن. يعني مش كل الناس طبعا بتفضل مع الدكتور بتاعها لغايه ما يولدها، عشان كده بيبقى صعب ساعات ان احنا نوصل لللايف بيرث ريت، انما على الاقل اللي احنا شفناه في الميتا اناليسيس ده ان الاونجوينج برينسيس كمان كان بيتحسن. في نفس المجله في نفس العدد ويليام باكيت ده بيشتغل في جامعه ماكيل في مونتريال في كندا، عمل برضو نفس الميتا اناليسيس الحقيقه وطلع طبعا بنفس النتائج اللي احنا عملناها. ادي الكلينيكال برينسيس ريت بتاعه وادي الامبلانتيشن ريت، وقلنا احنا الاثنين انه الالترا ساوند جايدد امبريو ترانسفير دي حاجه كويسه ومفروض تتعمل. وكمان الكوكرين ريفيو اللي جت بعد كده سنه 2007 زودت بقى، كان من 2003 ل 2007 ظهرت ستاديز ثانيه، فادي الستادي ادي الميتا اناليسيز اللي معمول الكوكرين ريفيو اللي معموله ببراون ايطاليا سنه 2007 واللي بينت انه فعلا الكلينيكال بريجنس ريت بيتحسن وان كمان اللايف بيرث ريت بيتحسن. مشكله جت بقى في سنه 2008 بعد ما الميتا اناليسيس ده الكوكر ريفيو دي اتنشر سنه 2007. 2008 جه دكتور جيكلي اند هيز كوليجز زي ما انتم شايفين هنا هو من ليفربول عملوا دراسه، قالوا لا ده احنا عملنا 2295 حاله، عدد اكبر كتير من الدراسات اللي فاتت، ولقينا ان مفيش فرق. فين؟ في اهم حاجة اللي هي اللايف بيرث ريت. وقالوا لا ده لازم بقى الخواجة براون اللي كان عامل الايه كوكرين داتابيس يغيرها، كان نشرها سنة 2007، لازم يحط الستادي بتاعتنا تبقى انكلودد ويعمل لنا الايه الميتا، يعمل الايه ابجريد ابديت الايه الكوكرين ريفيو. وده اللي حصل، عمل ابديت الكوكرين ريفيو، فضلت الاونجوينج بريجنسي ريت كويسه، بس الحقيقه اللايف بيرث ريت بقى الحقيقه مفيش فرق ان احنا نعمل الترا ساوند دايركتد
او مش التراساوند دايركت. انا طبعا من شغلي انا عارف ان الكلام ده لا طبعا الالتراساوند بيفرق جامد جدا. فبصيت كويس للبيبر لقيت ايه؟ لقيت ان هما في المجموعتين بتوعهم مش بيستعملوا نفس الاسطر. الناس اللي اتعمل لهم التراساوند دايركتد امبريو ترانسفير زي ما انتم شايفين في الصف الاولاني والتاني استعملوا أسطرة كوك، انما المجموعه الثانيه اللي ما اتعمل لهمش التراساوند امبريو ترانسفير استخدموا لها يا اما أسطرة والس يا اما أسطرة روكت. وده طبعا ضد قوانين الراندومايز كنترول ترايلز. انت لو بتعمل راندومايز كنترول ترايل انت بتدور على فاكتور واحد اللي هو الالتراساوند دايركتد، لازم العينين ده تساوي في كل حاجه تاني، لازم تستعمل نفس القسطره هنا وهنا. فطبعا لو تبص تحت بقى يقول لك ايه، اصل احنا ما كناش بقى بنجرب، مش بنقارن الالتراساوند بنوع التراساوند، لا ده احنا بناخد الموضوع على باكج اوف كير زي ما كاتبينها. وي wanted تو براجماتيكالي تيست ا proposed superior package اوف كير، اللي هو ايه اللي يوزو التراساوند بلس ايكوجينيك سوفت كاتيتر فيرسس كلينيكال تاتش وذ اولدر نون ايكوجينيك سوفت كاتيترز. فطبعا يلخبط الدنيا. والحقيقه المفروض ان هذه الستدي ما كانتش تبقى انكلودد في الكوكن ريفيو. هو طبعا ولهذا حصل كريتيسيزم لهذه البيبر. والكوكن ريفيو اللي جت بعد كده اللي جت سنه 2016 الحقيقه صلحت هذا الموضوع، وفعلا الكلينيكال بريجنس ريت بقت statistically significant، واللايف بيرث ريت والاونكوينج بريجنس ريت بقوا برضو statistically significant. فالشورت انسر از ذات يس التراساوند جايدد امبريو ترانسفير improves the live birth rate in people in patients undergoing assisted reproduction IVF or ICSI. في ناس كمان بتستخدم الترانسفاجينال التراساوند دايركتد. يعني احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا على الابدومينال التراساوند دايركتد امبريو ترانسفير. في ناس قالوا احنا بنعمل بقى ترانسفاجينال التراساوند دايركت. طب بتعملوها ازاي؟ والله ترانسديوسر رفيع كده هو ومندخله بتاع، طبعا زي ما حضراتكم شايفين اتس بيت كامبرسم، يعني هو الصوره بتاعت الفاجينا بتبقى احسن بس كمان كده يعني صعبه شويه اتس كامبرسم، انما اللي يقدر يعملها يعملها. ونشروا هذا الكلام في فيرتيليتي اند ستريت سنه 2002 وبينوا برضو ان الفاجينا الالتراساوند بيحسن. بس دي كانت كيس كنترول ترايل، ما كانتش راندومايز كنترول ترايل زي ما انتم شايفين بالاحمر. ده في كمان دكتور ليتري ايطاليا مع بروفيسور ألان تشيرني اللي هما كان رئيس القسم في جامعه يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا ات لوس انجلوس اليو سي ال اي، وقبل كده كان في ييل يونيفرسيتي. المهم وقالوا كمان احنا بنستخدم الثري ديمنشن التراساوند في ان احنا نعمل امبريو ترانسفير، يعني اتثبت يعني جايبين حاجه غاليه عشان يعملوا بيها حاجه ابسط من كده تتعمل بجهاز ابسط. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده سوفت فيرسس ريجيد امبريو ترانسفير كاثيترز. هل الاحسن ان احنا نستخدم سوفت كاثيتر ولا ريجيد كاثيتر؟ زي ما انتم شايفين على اليمين في اسطرتين عاملاهم نفس الشركه، واحده منهم ريجيد شويه والثانيه سوفت. طيب ايه بقى الريجيد وايه السوفت؟ طبعا بيختلف فيها الناس بقى. يعني هنا الخواجه ويليام باكت بتاع جامعه ماجيل زي ما قلنا هو بيصنف الكوك في نوع من الكوك اللي هو السوفت والولس بيستعمل سوفت بيعتبرهم سوفت، وريجيد كاثيتر بيستخدم ال TDT اللي هي ترانسفير 3D فيسيل بتاعه فريدمان والقسطره بتاعه فريدمان والتوم كات كاثيتر اللي قلنا عليها والروكت بيعتبر ان دول كلهم ريجيد وان التانيين سوفت. وعمل الحقيقه الميتا اناليسيس ده وقال ايه، والله السوفت كاثيترز بتجيب نتيجه احسن من الريجيد كاثيترز. ده ما يختص الكلينيكال بريجنسي ريت. والدكتور احمد ابو ستة كمان عمل انذر ميتا اناليسيس وبين هذا الكلام برضو، لان الكلينيكال بريجنسي ريت احسن مش اللايف بث ريت. خلي بال حضرتك لانه الدكتور
إسماعيل أبو الفتوح ومن جامعة القاهرة عمل ميتا أناليسيس تاني، قال لأ الميتا أناليسيس اللي فاتت اتعملت من غير التراساوند، كانوا بيقارنوا السوفت فيرسس ريجيد، إنما أنا لأ أنا هستخدم هقارن السوفت فيرسس ريجيد في الناس اللي بيعملوا التراساوند جايدد امبريو ترانسفير. قصده إن الواحد لما بيستخدم التراساوند جايدد امبريو ترانسفير ما تفرقش بقى إذا كان القسطرة دي soft ولا firm، لأن طبعا لما احنا بنعمل ultrasound guided embryo transfer القسطرة الفيرم بيبقى لها مزايا، لأن الواحد ممكن نعمل لها bending according to the angle، فالواحد لما بيعمل كده لا بتتحسن النتيجة، فلقى فعلا إن مفيش فرق إذا كنا بنقارن soft versus rigid في الناس اللي بتعمل لهم ultrasound guided embryo transfer. There was no difference in the clinical pregnancy rate, the implantation rate, or the ongoing pregnancy rate. طيب سؤال، هل وجود الهواء في الترانسفير كاثيتر يفرق؟ الإجابة لا. أدي الستادي اللي عملها مورينو إيطاليا و12 2004 ولقوا إن فعلا لو في air في الكاثيتر أو no air في الكاثيتر البريجنسي ريت ما كانش فيه فرق، والإمبلانتيشن ريت ما كانش فيه فرق، لأن في ناس بيقولوا لا أنا مش هحط هوا خالص، أنا هاخد القسطرة كده واسحب فيها شوية الكاتشر ميديوم اللي فيها الإمبريو وارجعها على طول. بس طبعا دي القسطرة لو اتهزت يمين شمال ممكن البويضة تطير، عشان كده دايما الإمبريولوجست المحترفين بيحطوا عمود هوا وراه عمود كالتشر ميديوم في الامبريوز وبعدون عمود هوا. السؤال اللي بعد كده، طب ايه احسن سايت للامبريو ديبوزيشن؟ هل نحط الامبريوز بتاعتنا فوق جنب الفندس ولا تحت بعيد عن الفندس؟ الاجابة انه بعيد عن الفندس، يعني كل ما نبعد عن الفندس كل ما احسن، وده اللي عمله الخواجة كورولو. كورولو ايطاليا من اسبانيا عملوا الدراسه دي ولقوا ايه؟ عندهم 3 جروبس اهي، لقوا دي كانت راندومايز كنترول ترايل، لقوا انه لو احنا مقربين قوي اللي هو جروب 1 10 ملي من الفندس النتيجه 20% الامبلانتيشن ريت، لو بعدنا شويه وخليناهم سنتي ونص يعني 15 ملي 14.6 كانت النتيجه 31، لو بعدنا اكتر خليناها 2 سنتي أو 19.3 مليمتر بعيد عن الفندس النتيجة كانت 33. فهو فعلا كل ما نبعد عن الفندس أحسن، لأن ممكن إحنا نعور الفندس فيبتدي يحصل بليدنج نشوفه أو منشوفوش بس هيضايق الإمبلانتيشن. وأدي ستادي تانية عاملها واحد اسمه بوب إيطاليا زي ما أنتم شايفين هنا، وفعلا بين برضو إنه لما نكون لو فقدت فندس بيبقى بيوند فندس طبعا يعني خبط في الفندس النتيجه وحشه لو على الشمال خالص، وعن قد فندس احسن شويه بس 1 تو 5 ملم من الفندس النتيجه اتحسنت، و6 تو 27 احسن وبيقل كمان عدد الاكتوبيك بريجنسي. وادي السايت اوف ام، ولقوا ايه؟ لقوا ان كل ما نبعد ملي عن الفندس الكلينيكال بريجنسي ريت بتزداد ب 11%. نيجي بعد كده حكايه الويتنج 30 سكندز بيفور ويذدروينج ذا كاتيتر. طب احنا حطينا القسطره جوه اليوترس وحقنا عملنا ديبوزيشن للامبريوز، نطلع على طول ولا نستنى شويه؟ معظم الناس يستنوا 30 ثانيه مثلا نص دقيقه. الخواجه مارتينيز عمل الاستدي ده لقى ايه؟ ودي كانت راندومايز كنترول ترايل، لقى انه ما تفرقش قعد 30 ثانيه او ما سحبها على طول، قال لي ما تفرقش. طب في حاجه تانية، طب احنا دلوقتي بنحاول نعمل ندخل الاوتر كاتيتر وهي معصلجه معانا مش عارف تخش جوه اليوترس، والامبريولوجيست جه او جت ومعاه الامبريوز في الانر كاثيتر، طب ممكن يفضل واقف كده مستنينا قد ايه؟ باختصار مش اكتر من دقيقتين. نتيجه الدراسه اللي قدامنا هنا دي بتاعت ماتورس لقوا ايه؟ لقوا انه
الابويضات يعني ممكن تفضل بره الانكوبيتر اقل من 30 ثانيه، نص دقيقه ما حصلش فرق، من 30 ل 60 ما حصلش فرق، من لغايه المهم لغايه 120 سكند، يعني سكند يعني دقيقتين. لو زادت عن دقيقتين بقى شوفوا حضراتكم البريجنسي ريت نزلت بقى 19.1، بينما كانت ايه، كانت 38 33 31، وجت بقى 19 لما زاد عن دقيقتين بقت 19.1. ولهذا في الحالات دي هي المفروض الامبريولوجيست يسيب القسطره جوه، حتى لو الامبريو جوه القسطره يسيبها جوه الانكيبيتور لغايه ما الكلينيشن يقول له والله او يقول لها انا دلوقتي بقيت ان ذا يوترس، فتجيب القسطره الانترنال كاثيتر ويتعمل يتكمل بقيه الامبريو ترانسفير. في حاجه بقى اللي هي الاديزيف كومباوندز، في ناس اخترعوا مواد معينه قالوا والله دي لو حطيناها مع الامبريوز بتلزق في جدار اليوترس. من ضمنها الفايبرين سيلنت كان اول واحد، وفايتنجر ويلفت فايتنجر ده في النمسا ومن اوائل الناس اللي عملوا اي في اف وعملوا ترانس فاجينال اوسايت كولكشن، عمل الراندوميز كنترول ترا دي وقال والله انا ما شايفه. برهافا ايطاليا من اسرائيل عملوا بس كيس كنترول ترايل وقالوا لا دي بتجيب نتيجه. الحقيقه في دراسات تانية اتعملت بعد كده، في حاجه اسمها الامبريو جلو، دي يعني زي ماده معينه بتلزق، هي هايلورونيك اسيد اساسا يعني، فقالوا والله ده فالوجيردي ايطاليا لقوا ان البريجنسي ريت برضو ما بيتغيرش والامبلانتيشن ما بيتغيرش والمالتي بريجنسي ما بيتغيرش على الاقل في الدراسه دي، ودي كانت كيو ار تي يعني كوازي راندومايزد ترايل، ما هياش راندومايزد ترايل كامله. يعني ايه الراندومايزد ترايل؟ لازم ما يكونش فيه اساس للاختيار، يعني لازم ان انا اعمل الوكيشن للعينه بتاعتي للعلاج ده او العلاج ده هو بدون بمجرد الحظ. والحظ ده يجي ازاي؟ يا اما flipping of a coin يا اما computer generated numbers يا اما اللي هي بتبقى envelopes، يعني تحط في بول كده ازاز وحد يسحب العينة، اسم العينة طلعت خلاص العينة الجاية هتعمل هتاخد امبري جلو، التانية مش هتاخد امبري. بس هم عملوش كده، هم قالوا واحدة او واحدة لا، واحدة اللي تيجي النهاردة لأول عينة نعمل لها امبري جلو، العينة اللي وراها ما نعملهاش امبري جلو. فما دام في اساس للاختيار يبقى احنا دلوقتي مش بنعمل راندومايز ترايل، دي تتسمى كوازي راندومايز ترايل. نقول مثلا طب اللي هيجوا في الايام الفرديه نديهم نحط لهم امبري جلو، واللي هيجوا في الايام الزوجيه نعمل لهم، لا ده برضو احنا كده حطينا اساس للاختيار، يبقى كده دي ما تعتبرش راندومايز، تعتبر كوازي راندومايز. بس بقى جت دراسات بعد كده كتيره اتعملت، وده الاخر ميتا اناليسيس كان معمول سنه 2014 قال لا ده الحقيقه اللايبوسيت بيزيد وكلينيكال برينسيت بيزيد والمالتي برينسيت برضو بتزيد، لانها في عدد كبير من الامبريولات بتلزق. بس طبعا الناس اللي عملوا الكوكرين ريفيو دي هي قالوا ايه، قالوا خلوا بالكم يا جماعه ان دي مودريت كواليتي ايفيدنس، ما هي برضو اللي بيعمل ميتا اناليسيس مفروض يقول لنا الدراسات اللي حطها في الستادي بتاعته دي دراسات قوية ولا نص ونص ولا قليلة ولا ايه، فهي كده الكلام ده انها moderate quality يعني نص ونص، فلازم نحط الكلام ده في الاعتبار. وده اللي احنا عملناه في الكوكرين ريفيو، زي ما حضرتكم شايفين الكوكرين ريفيو دي مع دكتور احمد ابو ستة وبيترز وانيلا دانجلو و روجرت هارت والدكتور هشام العناني. احنا طبعا طبقنا معايير مور ستريكت، ما حطناش ما عدناش نحط ستاديز جوه الميتا اناليسز الا لما تكون ريلي فيري روبست،
ولما عملنا هذا الكلام وجدنا ان ما فيش ستاديز كفايه عامله لايف بيرث ريت. الستادي اللي يعتد بيها فعلا اللي معموله بتاعت بين رافائيل ديال ووجدت ان ما فيش فرق في الكلينيكال بريجنسي ريت. فده الوضع بالنسبه للاديزيف كومباوند. تيجي بعد كده بقى الاقتراح ان احنا نعمل انجكشن ل HCG 500 انترناشونال يونتس اوف HCG قبل ما نعمل الامبريو ترانسفير. وده اقتراح كانت اقتراحته الدكتوره رجاء منصور، وعملت راندومايز ستدي وبينت انه لما بتعمل كده بيحصل تحسن في الكلينيكال بريجنسي ريت. وفي ستدي تانية اتعملت بعديها بثلاث سنين ووجدت فعلا انه لما بتعمل كده الحكايه دي بتحسن الكلينيكال بريجنسي ريت وكمان الامبلانتيشن ريت زي ما انتم شايفين اهو في هذه الدراستين دول. في بقى بعد كده الموضوع الكومبريشن بتاع السيرفكس، برضو ده كان اقتراح من الدكتورة رقاء منصور ان احنا لو احنا عملنا بريشر على السيرفكس بعد ما نعمل الامبريو ترانسفير، بعد ما نعمل ديبوزيشن للامبريو، نخلي السبيكولم بتاعنا نقفل بيه السيرفكس على اساس يعني لو في اي فلويد هيهرب لا احنا نخليه ممسوك. بس الحقيقة هي دي دراسة واحدة عملتها الدكتور رجاء منصور، ولما حتى احنا رجعنا في الكوكن ريفيو بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما وجدناش الا الدراسة دي اللي يعتد بيها. والحقيقة هذه الدراسة بتقول انه الكلينيكال بريجنسيز بيتحسن، بس طبعا يعني دايما نحب نبني الريزلتس بتاعتنا على اكتر من دراسة، واحنا في انتظار دراسات اخرى. الحاجة اللي بتيجي بعد كده اللي هي البيد ريست، هل صحيح مفروض ان الست تستريح شوية في السرير بعد ما نعمل لها الامبريو ترانسفير ولا مش مهم؟ لا بصراحة ملوش اهمية. دي ثلاث دراسات اهو، خلدون شريف وبوتا وبرهافا، no difference, not any there is no statistically significant difference between asking the patient to have bed rest ولا asking the patient not to have bed rest. وادي الميتا اناليسيس برضو او الكوكن ريفيو بتاعتنا اللي حطينا فيها الديز تو ستاديز، ووجدنا فعلا ان مفيش فرق ان الست تستريح او ما تستريحش بعد الامبريوترانسفير بالنسبه للكلينيكال بريجنسي ريت وبالنسبه للاونجوينج بريجنسي ريت. النقطة اللي بتيجي بعد كده الانتيبيوتكس، هل لازم ندي للناس انتيبيوتكس روتينلي كده ولا ايه؟ هو في سؤال الاول، هل الانفكشن بتأثر ولا لا؟ ودي اربع دراسات من هو طبعا ما حدش بيعمل راندومايز كنترول ترايل، ما فيش واحد بيجيب مجموعة ناس كده ويعمل لهم انفكشن بالقصد كده ومجموعة تانية ما عملهمش انفكشن ويشوف اذا كان هيحصل الفرق بينهم ولا لا. فدي كلها by definition they are observation studies زي ما احنا شايفين بالاحمر، كلهم observation studies. الناس دي عملت ايه؟ بعد ما رجعت الامبريو خدت التيب اوف ذا كاثيتر وعملت منه مزرعة وحساسية عشان نشوف اذا في infection ولا لا، او خدوا يعني culture and sensitivity من السيرفيكال ميوكس نفسه عشان نشوف في infection ولا لا. وطبعا وجدوا ان النتيجة بتقل لو في انفكشن. واحنا الحقيقه عملنا الميتا اناليسيس بتاعنا ده ونشرناه برضو في فيرتيتي اند ستيريليتي زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا لو في انفكشن فعلا بتقلل الكلينيكال بريجنسي ريت وبتقلل الامبلانتيشن ريت زي ما حضراتكم شايفين. فهو السؤال طب ندي انتيبيوتكس ولا لا؟ باتريك اجباسي وده دكتور نيجيري كان بيشتغل في انجلترا وهو دلوقتي في الكويت، عمل الستادي دي هي عمل ايه؟ لا الناس اللي لقى عندهم كان بيعمل كاتشر للتيب اوف ذا كاثيتر بعد ما يعمل ديبوزيشن للامبريو، فلقى ان هو لما بيعمل كاتشر في ناس عندهم انفكشن. الناس دول اللي عندهم انفكشن لما اداهم انتيبيوتكس لا حصل تحسن، اللي ما اداهمش انتيبيوتكس كان النتيجه عندهم اوحش. ف
فالimplantation rate تتحسن والpregnancy rate تتحسن. ده ايه؟ ده لو ادينا antibiotics للناس اللي عندهم infection. اما السؤال التاني بقى، طب ندي antibiotics كده لكل الناس على بعض؟ اللي عملوا الحكاية دي بيكريشفيلي ايطاليا زي ما انتوا شايفين، ودي كانت راندوماس كنترول ترايل. الحقيقة ما كانش فيه فرق بقى، اذا جبنا كل الناس على بعض كده عشان نديهم antibiotics amoxicillin وكلافولانيك اسيد زي ما هم عملوا هنا في الدراسة دي، لقوا ان الحقيقة ما فيش حاجة اتحسنت لو كنا بنتكلم على عينين كلهم على بعض كده across the board زي ما بنقول. واخر نقطة بقى هي الـ experience of the clinician. تفرق صحيح لو اللي بيعمل الامبريو ترانسفير ده عنده خبرة ولا ما عندوش خبرة؟ باختصار تفرق. ودي ستادي معمولة في أكسفورد، عاملها إيرن ستوكس زي ما انتم شايفين، فطلع البريجنسي ريت في فرق بين كلينيشن A وكلينيشن B. في ناس قيتهم حلوة أو قيتهم خفيفة أو عندهم خبرة، فإن هنا ده البريجنسي ريت بتاع كلينيشن A كان 17 وكلينيشن B 54 مع إن الإمبريولوجيست هو هو. في دراستين تانيين بقى عملوا ايه، باربر دي من اكسفورد والتانية من اسكندنافيا، وعملوا ايه بقى؟ قالوا لا احنا هنجيب الميد وايفز، احنا عندناش دكاتره كفايه يعملوا امبريو ترانسفير، احنا هنعلم الميد وايفز. فعلموا الميد وايفز وبعدين ايه، عملوا بقى في واحده كيس كنترول ترايل والتانية راندومايز كنترول ترايل. في الدراستين لقوا انه بصراحه الميد وايف المتعلمه كويس زي الدكتور، النتائج ما حصلش فيها ما قلتش، بالعكس ده هي زايده شويه بس مش statistically significant زي ما حضراتكم شايفين. ففعلا الخبره مهم، المهم ان الشخص اللي بيعمل الترانسفير يكون عنده experience. وبابا جورجيو عمل الدراسه دي، هو في اعتقاده انه عشان نقول ان الشخص عنده experience لازم يكون عامل على الاقل 50 امبريو ترانسفير. طيب كده اتكلمنا على الفاكتورز افكتنج امبريو ترانسفير. طيب دلوقتي، طيب لو جالنا بقى حاله بنحاول نعمل لها امبريو ترانسفير لقينا فيها ديفيكولتي او انتراكتبل، يعني مش نافعه خالص، قدامنا خيارات: نغير الكاتيتر، يعني في قساطر معموله علشان الايزي امبريو ترانسفير العادي روتين يعني، وفي بعضهم معمولين عشان الديفيكلت ترانسفير، عادة بيبقى فيها استيلات معدن. هذه الاستيلات ممكن بقى زي ما قلنا تتني على حسب الانجل بحيث انها تسهل لنا دخول القسطرة جوه اليوترس، لان زي ما قلنا غالبا المشكلة بتبقى عند اليوترو سيرفايكال انجل. الحل التاني هو ترانسميوميتريال ترانس ابدومينال امبريو ترانسفير او ترانس فاجينال ترانسمينومتري امبريو ترانسفير، او ان احنا نعمل زفت، او ان احنا نعمل فريزول بقى ونرجع في سبسيكوينت سايكل، بحيث ان احنا في الشهر اللي احنا فيه ده هو نحاول نشوف المشكله ايه، نعمل مثلا دايلاتيشن للسيرفكس او نعمل هيستيروسكوبي ونشوف ايه المشكله، ليه عندنا ديفيكولتي في امبريو ترانسفير. فأدي الأساطر اللي فيها استيلات زي ما قلنا، وبنحط الاستيلات جوه القسطرة بحيث إن إحنا بالأوتر كاسيتر الأول، الاستيلات بتخش في الأوتر كاسيتر وبعدين نتنيها زي ما قلنا according to the uterus cervical angle ونخش بيها، ولما نبقى جوه اليوترس وخلاص واستقرينا نقول للإمبريوس بقى جيب الإنر كاسيتر ومعاها وداخلها الإمبريوس. الحل التاني إن إحنا نخش بإبرة، وفي طبعا انواع من الابر، نخش بترانس ابدومينال عن طريق الابدومين ونخش ونحاول كده ندخل الابره، والابره بيخش فيها سوفت كاثيتر بحيث ان احنا تو ما نوصل اللي احنا حسب ما احنا شايفين بالالتراساوند احنا دخلنا في اليوترين كافيتي، ندخل القسطره السوفت دي نزحلقها قدام شويه بحيث انها تبقى في الكافيتي. طبعا في ريبورتس سبوراديك ريبورتس ان في واحده حملت بالطريقه دي مره هنا او مره هنا، بس ما فيش طبعا بيج ستاديز على هذا الموضوع. ونفس الحقيقه الحكايه ممكن تتعمل
الفاجينال، الفاجينال طبعا بتبقى الصورة أوضح، وزي ما حضراتكم شايفين هنا هو الإبرة داخلة في الـ uterine cavity على حسب ما احنا شايفين بالألتراساوند، بحيث إن إيه تعمل لها depositing في الـ uterine cavity. وفي بقى طبعا الزيجوت انترافالوبيان ترانسفير، يعني احنا دلوقتي معانا امبريو، بدل بقى مش عارفين ندخله من تحت ندخله من فوق، نعمل لابروسكوبي ونحطه في الفالوبيان تيوب. الحكايه دي احيانا بتتعمل في الستات اللي عندهم اوبستراكشن من تحت. ما في واحده ساعات بيكون عندها فاجينا وعندها اوفري بس السيرفكس بتاعها مقفول لسبب او لاخر، فاحنا مش عارفين ندخل القسطرة بتاعتنا من تحت، فتتعمل كده من فوق بالابروسكوب. بس الحقيقة الحل الامثل في الحالة دي هي ان احنا نعمل فريز اول، زي ما بنقول نقول خلاص احنا مش عارفين نعملها، نقول للعيانة طيب بصي احنا هنعمل فريزنج للامبريوز، وبعدين هنشوف بقى حكاية السيرفكس ده اللي ضيق ده هو او اللي احنا مش عارفين نعدي من طريق من خلاله، نحل المشكلة دي في خلال الشهر ده ونرجع الامبريو الشهر اللي بعده أو بعدها بشهرين، يعني in a subsequent cycle anyway. ولأنه طبعا زي ما انتوا شايفين حضراتكم هنا دي برضو كوكرن ريفيو، هل الموضوع الفريزول ده هو يعني بيقلل النتيجة؟ هل اللايف ريت بيقل في الحالات دي هي؟ باختصار لا، زي ما انتوا شايفين الكلينيك لو احنا بنرجع في الكليفر ستيج، يعني في مثلا اليوم الثاني او الثالث ما فعملتش فرق، لو بنستنى حتى اليوم الخامس وبنرجع البلاستوسيست ما عملتش فرق. ان احنا نجمد البلاستوسيست دي ونرجعها قدام او نرجعها دلوقتي ما فيش فرق. وتحت بقى طبعا التوتال بتاع كله بتاع الكليفر ستيج وبتاع البلاستوسيست. يعني باختصار لو عملنا فريزول وعندنا طبعا جود فريزنج بروجرام ما بتفرقش في النتائج. ده بالنسبه لللايف ريت اللي هو طبعا اهم حاجه تهمنا. كان في يعني الكوكرين ريفيو دي بينت انه ممكن حتى المسكارج ريت كان اقل في الناس اللي اتعمل لهم فريزول، لان في ناس طبعا بتنادي ان نعمل فريزول لكل الناس على بعض، فده طبعا موضوع لسه يعني محتاج لمداولات ومحتاج لبحث عشان نشوف صحيح اذا احنا عملنا فريزنج لكل الناس، هل صحيح لما نرجع الامبريوز في السبسيكوينت سايكل هل يكون راح تاثير الادويه الجامده اللي احنا بنديها فور ستيميليشن دي، هي هل دي تحسن النتيجه؟ الكلام ده عليه نقاش حاليا، ويمكن قدام شويه يبقى فيه اجابه واضحه. الفريزنج امبريو ترانسفير برضو بيتعمل في يوروب، بس الحقيقه في يوروب زي ما شايفين حضراتكم كده في برضو نسبه ميسكارج اكتر شويه من المطلوب. يعني اذا كان الكلينيكال بريجنس ريت كان 21% فان اللايف ريت كان 14%. ده طبعا اليوروبيان كونسورسيوم ده كل على اوروبا كلها، فده النتيجة لغاية دلوقتي، والحكاية دي ما ظهرتش في أمريكا، فالناس بيشوفوا هل الكلام ده صح ولا لأ وإيه يكون سببه. فإن conclusions بقى ladies and gentlemen، the following procedures have been shown by randomized controlled trials to improve pregnancy rates. الحاجات الأربعة دول بيحسنوا النتيجة: ultrasound guidance، ميت فاندل ديبوزيشن، ما نحطش بقى فوق خالص في الفاندس، لا نحط في النص كده او ناحيه تحت شويه، سوفت فيرسس سيريج كاتيترز اذا كناش بنستعمل التراساوند، اذا كمان بنستعمل التراساوند جبت ما فيش فرق، ورابع حاجه بيرفورمينج امبريو ترانسفير وذ فول بلادر. دي الحاجات اللي تاكد بالراندوماز كنترول سايز انها بتحسن النتائج. في حاجات بقى اثبتت الدراسات الراندومايز كنترول ترايلز انها بتقلل النتائج، اللي هي الديفيكال ترانسفيرز او السيرفايكال انفكشن. المجموعه الثالثه بقى ان هي الدراسات بينت انها ما بتفرقش، does not affect the pregnancy rate، اللي هي ايه
البيد ريست after embryo transfer، اللي هو ان احنا نستنى 30 ثانية after embryo transfer، ان يحصل sexual intercourse around the time of embryo transfer ما بتفرقش، presence of air in the embryo transfer cases ما بتفرقش، routine use of antibiotics ملوش اهمية بفرقش. المجموعة الرابعة بقى اللي هي الحاجات ال still being evaluated، لا ما عندناش داتا كفاية، لازم الناس يبحثوا فيها تاني اكتر شوية، يتعمل randomized control trials في هذه المجالات علشان نقدر نوصل بنتيجة واضحة، اللي هي ايه ال position of the patient، صحيح لازم تنام على ظهرها ولا ممكن positions تانية، performing embryo transfer under general anesthesia، doing a dummy embryo transfer، removal of cervical mucus، flushing of the cervical canal، avoiding the use of the tenaculum أو المسلم يعني، and the use of the fibrin sealant. وفي الحاجة الخامسة بقى ال conclusion الخامسة، إن إحنا فعلا in difficult or intractable transfers we have a choice of five things: either changing the catheter with another one specific for difficult embryo transfers اللي هي فيها ستيلات، يا إما trans abdominal transmyometrial embryo transfer، يا إما trans vaginal transmyometrial embryo transfer، يا إما zygote intrafallopian transfer، يا إما طبعا أحسن حاجة اللي مفروض تتعمل إن إحنا نعمل freeze all وبعدين نحل المشكلة in the interim period، نشوف ليه السيرفيك ده بيعصلك معانا، هل هو محتاج dilatation، هل هو محتاج ما عرفناش نعملها بالدي ان سي كده، ممكن نحاول نعمل حاجة بالهيستروسكوب.